يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الخلف وقول الله تعالى باب ما جاء في كثرة الخلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: خشيمة زان، وعائم مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيها ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجوا قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينهم شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانت منصوبة هيبقى اسم إن. إن قوم بعدكم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. لكن عندي قوم ثم إن بعدكم قوم. اسم خبر. بعدكم هو يبقى الاسم مؤخر وارد. يظهر لي والله أعلم أن فيها الوجهين. الله أعلم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف. وهذا الأبواب مع الذي بعده من آخر الأبواب في هذا الكتاب المبارك، وهذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى خاتم مجالس
هذا الكتاب الطيب المبارك الذي عشنا في رحابه ومع مسائله وأبوابه وما حوى من علم وما حوى من مسائل أصول الدين ونحو ذلك. باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف من النهي عنه والوعيد المترتب على ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم من الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. وفي الحقيقة يا أخوانا، إن هذه الأقوال التي ذكرها الشارح عن ابن جرير رحمه الله تعالى لا تعارض بينها، كلها أقوال مؤدها واحد. فقوله لا تتركوها بغير تكفير، أو يريد لا تحلفوا، أو احفظوا أيمانكم من الحنث. فأما قبل الحلف فالمطلوب من المسلم أن يحفظ يمينه. كيف يحفظ يمينه؟ بأن لا يكثر من الحلف. طيب، وإذا حلف فالمطلوب منه بعد الحلف أن يصون هذا اليمين، أن يبر هذا اليمين ولا يحنث في يمينه. طيب، وإذا حصل الحنث في الحلف، فما المطلوب منه؟ أن يبادر ويعجل في التكفير عن هذا اليمين الذي حنث فيه. إذن هذه الأقوال لا تعارض بينها، فمنها ما يكون قبل اليمين، ومنها ما يكون بعد اليمين، ومنها ما يكون إذا حنث في يمينه، والله تعالى أعلم. إذن هذه الأقوال كلها أقوال غير متعارضة، أقوال يعني من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، ليس بينها تضاد، كلها واردة، كلها صحيحة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أخرجاه. الحنث نعم. الحنث المقصود به مخالفة ما أراد في اليمين، أو يعني الوقوع في خلافه، خلاف اليمين. حلف ألا يدخل مثلا بيت فلان، ثم رأى أن هذا فيه قطيعة رحم أو نحو ذلك، فحنث في يمينه، فعليه كفارة. حنث يعني أخلف في يمينه وأفعل الذي حلف عليه، هذا هو المقصود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين ثم يرى غيرها خيرا منها إلا ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وهذا أحد التفسيرات في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالإنسان لا يقول: والله حلفت أن لا أدخل بيت فلان. طيب، والذي يترتب على هذا الحلف ماذا؟ ربما يكون فلان هذا قريبا لك، فأنت تقطع رحمك بسبب وتتذرع باليمين وتقول: أنا حلفت. لا، إذا كان الخير في أن تحنث في يمينك وتكفر عنه ثم تأتي الذي هو خير، تفعل خلاف ما كنت تقصده من الحلف في اليمين فافعل، وهذا هو الخير، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يحلف على يمين ثم يرى غيرها خيرا منها إلا ويأتي الذي هو خير، من فعله هذا ومن أمره أيضا. حلف أحدكم على يمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طيب، هنا في الحديث يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة اجلس، لأنك ربما تحتاج أن تغلقه الآن. ربنا يهديهم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف في هذا الحديث يريد به كثرة الحلف. وفي رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. اليمين الكاذبة، وخص في رواية أحمد خص
خص صلى الله عليه وسلم اليمين باليمين الكاذبة. أما الذي عند البخاري ومسلم فلم يرد فيه وصف اليمين أو الحلف بأنه على الكذب، فقال الحلف منفقة للسلع. لماذا؟ لأن الحلف الإنسان ربما يحلف، ربما لا يقصد شرا ولم يكذب في حلفه، يقول والله اشتريتها بكذا، والله هي تقف علي هذه السلعة بكذا، وهو صادق في هذا. لكن هذا الحلف وكثرة الحلف بقصد أن يروج هذه السلعة، هذا ربما يروجه، لكنه في الحقيقة كثرة استعمال اسم الله سبحانه وتعالى في الحلف بهذه الطريقة يدل على عدم تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى في نفس المكثر من الحلف، ولهذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فيقول الحلف منفقة للسلعة، صحيح هو منفقة للسلعة لكنه ممحقة للكسب، وفي سنن أبي داود ممحقة للبركة، في السنن في سنن أبي داود ممحقة للبركة، وفي رواية أخرى أظنها عند البخاري إن شاء الله هي عند البخاري ممحقة هذه للكسب، وعند أبي داود للبركة، والأخرى ممحقة للربح. ليه ممحقة للربح؟ لأنه هو إذا حلف قال والله تخف عليها بكذا، والله أنا اشتريتها بكذا، هو يريد إيه؟ يريد أن يثبت في ذهن المشتري إنه هذا الربح القليل الذي اكتسبه فوق ثمن البضاعة، يقول قليل علي أن أكسب في هذه مثلا 10 جنيهات، والله اشتريتها بكذا، ويحلف له ويقول هذه أبيعها بكذا لأني اشتريتها، فيعطيه الثمن صحيح، لكن هذا يقلل من بركة الربح الذي كسبه. لماذا؟ لأنه استهان باسم الله عز وجل، لا ينفق سلعة إلا بالحلف، وما استحلفك ولا سألت بكم ولا كذا وكذا، لكن جرى على لسان هذا الشخص دائما أن يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى ليروج للسلعة، وهذا يعني من ضعف التوحيد في قلب هذا العبد. نرجع إلى معاني ألفاظ الحديث. الحلف يقصد به كثرة الحلف، قلنا، وفي رواية عند أحمد اليمين الكاتبة منفقة للسلعة، وقوله منفقة، منفقة للسلعة، وردت هذه اللفظة في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه 3، ربما تعرفون هذا الحديث، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ المسبل والمنان والإيه؟ المنفق ولا المنفق؟ المنفق. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. منفق السلع عن إيه؟ هو هذا الذي منفقه، المنفقة. المنفق من النفاق، مش من النفاق، من النفاق، والنفاق هو الرواج ضد الكساد. النفاق هو الرواج الذي هو ضد الكساد. يقال نفقت السلعة، نفقت السلعة. بعض إخواننا دلوقتي جات في دماغه يقول دابة نافقة، أو نفقت الأسماك في البحر يعني ماتت، أو نفقت الدواب. صحيح، نفقت يعني ماتت، صحيح. ونفقت السلعة يعني إيه؟ راجت ومشيت، ذهبت خلاص. ولذلك يقولون نفقت المرأة يعني إيه؟ كثر خطابها. يقولون من حظ الرجل يعني نفاق أيمه، نفاق أيمه، يعني الأيم اللي عنده سواء كانت بنته أو أخته أو النساء التي يعولنه أو هو يعولهن، استغفر الله، يكسر خطابهن. تلاقي واحدة ماشية ورا الثانية ورا الثالثة، يقولوا نفقت، يعني الحمد لله، لأن زواج النساء زي ما أنتم عارفين مسألة صعبة، من أول الاختيار والكذا وكذا إلى الجهاز وغير ذلك. إذن هذا في كتب اللغة، يقولون نفقت السلعة والمرأة، ويقولون من حظ الرجل نفاق أيمه. طيب، إذن الحلف منفقة للسلعة، صحيح رواج للسلعة أن يحلف، لكنه ممحقة للكسب أو للبركة أو للربح. ممحقة يعني المحق هو النقص والإبطال، المحق هو النقص والإبطال. قال المصنف رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، وهو كما قال سنده صحيح، خرجه الألباني رحمه الله في الترغيب، في صحيح الترغيب.
وسلمان هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر الشارح عندك في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله أن هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام، وصفة الكلام من نوع الصفات، قال فهو حادث الأحاد قديم النوع، فإذن هو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، صفة ذات لأنه قديم النوع، وصفة فعل لأنه حادث الأحاد. سيأتينا هذا إن شاء الله حينما يعني نراكم في العام القادم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى وبركة، وندرس كتاب الوسطية، نتوسع في الأسماء والصفات. لكن أحببت فقط أن أعلق على هذه لأنها ربما يكون فيها إشكال عند بعض إخواننا، والذي يهمنا من هذا أنها صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما أثبتها له أهل السنة والجماعة. صفة الكلام من صفات الذات ومن صفات الفعل، فأما وصفها صفة ذات أو ما كونها صفة ذات فلأن الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه، فهو لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. فهذه الصفة أيضا يعني حادثة النوع أو حادثة الأحاد، واضح؟ فكلم موسى عند الشجرة المباركة في وادي الطور أو عند جبل الطور، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إليه يا أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. ففي الوقت هذا تكلم رب العزة تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثلاثة لا يكلمهم الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء: وشيمط زان. والشمط اكتب هو الشيب، وشيمط زان، الشمط هو الشيب، وشيمط زان. هنا صغره النبي صلى الله عليه وسلم، صغره تحقيرا له، ووقع عليه هذا الوعيد الشديد لأن داعي المعصية عنده ضعيف، لأنه أشيمط، لأنه قد شاب شعره، وبالتالي داعي الشهوة عنده ضعيف، الحامل على الزنا ليس بشديد. فإذا هذا الرجل قد غلب عليه محبة الفجور والمعصية، أعاذنا الله وإياكم، صلى الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. وكذلك العائل المستكبر، العائل المستكبر الرجل الذي عنده عيال وقليل المال، قليل النفقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني ذو عيال وتحتاج إلى المال لتنفق على أهلك وأولادك وكذا وكذا وكذا، فأغناك الله عز وجل بفضله. هذا الرجل العائل الذي عنده مصادر النفقة كثيرة جدا وليس عنده مال، لماذا يستكبر؟ الإنسان يستكبر لما يكون عنده دواعي الكبر، إذن هذا داعي الكبر أيضا عنده ضعيف وقليل، فكونه عائل ومع ذلك مستكبر فحق عليه هذا الوعيد الشديد. وموطن الشاهد من الحديث قوله: ورجل جعل الله بضاعته. هذا الرجل جعل الله بضاعته، هذا أيضا التوحيد في قلبه ضعيف. لأنه يتكلم بلسانه بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على رواج ونفاق بضاعته، وليس يحتاج إلى هذا إذا كان الله سبحانه وتعالى في يعني قد يعني عظم قدره في قلبه، فإنه سيصون لسانه عن أن يحلف بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو. عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، أو ينذرون بالكسر وبالضم، ينذرون وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. يقول: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت عليهم، وينذرون أو ينذرون ولا يوفون
يعني لا يؤدون ما وجب عليهم، ينذرون لله سبحانه وتعالى أعمالا صالحة ثم لا يوفون بها لله سبحانه وتعالى، ويظهر فيهم السما لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها. طبعا قوله ويظهر فيهم السمن يعني يكثر فيهم السمن، وإلا فلا يقال إن كل سمين ليس فيه خير بناء على هذا الحديث، ولكن يظهر فيهم السمن، السمن كثير فيها في, 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 في القرون المتأخرة، يكثر السمن، السمن البدانة يعني، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قلت هذا حال الشارح، يقول قلت وهذا حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. قال إبراهيم هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نكتفي من هذا الباب بهذا القدر الذي مر معنا، ليس فيه مسائل يعني تحتاج أكثر من هذا إلى تعليق. الباب الذي بعده باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تبلوا ولا تبلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى. يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك. لا، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، أن تنزلهم ولا تنزلهم كزمتها لي أن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم مجهومة ولا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. أتصيب حكم الله فيهم أم لا، نعم مسلم. هذا باب جديد، باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وهذا من كمال تحقيق توحيد الأسماء والصفات وعدم إعطاء ذمة الله في العهود بين الجماعات خوفا من إخفارها، خوفا من نقضها، خوفا من عدم تحقيقها، فيؤدي ذلك لتنقص رب العزة جل في علاه، وهذا مما ينافي كمال التوحيد. قوله باب ما جاء في ذمة الله، يعني المقصود إيه بالذمة هنا؟ العهد. باب ما جاء في ذمة الله يعني عهد الله، يعني لا تعطوهم العهد وتقول له وعهد الله سنفعل كذا وكذا وكذا، يعني لا تعطوهم العهد وتقول عهد الله، لا أنا نحن معاشر المسلمين نعطيكم العهد على كذا وكذا وكذا،
جيشنا يعطيكم العهد على كذا، أميرنا يعطيكم العهد على كذا. إذن هو يعطي العهد على نفسه أو على الجيش الذي معه أو على أمير المؤمنين مثلا بصفته أو كذا أو كذا. واضح يعني الصورة؟ هذا ما أراده المصنف من هذه الترجمة، باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. إذن هذا الباب يدخل في إيه؟ في احترام إيه؟ احترام الأسماء والصفات. خلاص؟ هذه الأبواب التي معنا فيها الحديث عن الأسماء والصفات، وهذا الباب يتحدث عن يعني التكميل أو تحقيق توحيد الأسماء والصفات، تحقيق توحيد الأسماء والصفات من خلال عدم إعطاء العهد أو الذمة لله وللرسول. تقول عدم إعطاء ذمة الله وذمة رسوله للمعاهدين. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم ذكر الشارح يعني نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى، وكأنه يدفع إشكالا أو يجمع بين النصوص، يقول: ولا تعارض بين قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. السنة اللي فاتت كانوا سؤالين؟ سؤالين من أسئلة في الامتحان. السنة دي أخذ منكم سؤالين. لا، النصيحة أركز على المسائل الاعتقاد، وخاصة المسائل اللي فيها التفريع والتقسيم وكذا، وإيه اللي شركة أكبر وإيه اللي شركة أصغر، الحقيقة دي زبدة ما في الكتاب. خلاص؟ طبعا هو الكتاب، أنا عارف إن الكتاب طويل بعض الشيء، وطبعا يفترض إن إحنا بقالنا سنة ندرس في الكتاب، يعني المفروض إن إحنا صعب أوي يكون طالب العلم لحد دلوقتي من أول السنة ومتأخر لدرجة أنه لم يقرأ إلا باباً أو بابين فقط. يعني المفروض أن إحنا، لأن الكتاب صعب وفي مسائل كتير، وكتاب وكتاب مبارك والله، في علم كثير وغزير. وكما قلت وأكرر، دراسة أبواب الاعتقاد بالذات يعني مما يزيد الإيمان في القلب ويقوي العقيدة واليقين ويؤصل ويعمق الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. يعني سيأتي الكلام هنا في هذه الأبواب. والله العظيم شوف أنا كيف علقت على أنا كاتب عندي في الهامش: يعجز البيان عن وصف روعة المعاني التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ده أنا كاتب الكلام ده ليه أنا في الهامش: يعجز البيان عن وصف روعة المعاني التي ذكرها ابن القيم، وهو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وبيتكلم. يعني أنا استشعرت كيف هذا الرجل يحب الله سبحانه وتعالى فيكتب بقلم سيال في محبة الله كلاما تقف أمامه مشدوها، لا تملك إلا يعني أن يعني. فمثل هذا الكلام يعني خسارة كبيرة جدا الإنسان يضيعه. كيف يضيع؟ لا أنا لا أقصد أن أنتم ضيعتوه، أنا أقصد أنه يعني يحتاج حتى يعني تأخذ هذا الكلام يعني بحقه، أنه تحتاج أنت تقرأه بتمهل، مش قراءة سريعة وتمر عليه. أصل هو ده مش موطن سؤال في الاختبار، هذا هو الذي أردت إيصاله إليكم. يعني الكلام ده ربما أنت تمر على صفحتين ثلاثة وأنت عارف أن ده مش موطن سؤال، فلو أنت مزنوق هتعمل إيه؟ مش هتذكره، مش تقرأه. خلاص. بالمناسبة زنقه البول، هذه في اللغة العربية. لغة صحيح. بالهمزة. هذه لغة صحيح.
لا يعني اذا لو انت مضغوط خلينا مضغوط، لو انت مضغوط في المذاكره والوقت قليل وكذا لا يمكن هتقرا، مع انها صفحتين او ثلاث صفحات فيها كلام يعني اذا ضاع منك فاتك كثير والله. ماشي طيب. اذا هنا المصنف يجمع بين النصوص في مساله الايمان، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ونحو ذلك، ولا تعارض بين هذا كله. فهذه الايمان المراد بها الداخله في العهود والمواثيق، لا الايمان الوارده على حث او منع، الداخله في العهود والمواثيق. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها مش معنى كده ان انت اذا حلفت على شيء يبقى خلاص تقول لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، لا، هذه التي وردت في العهود والمواثيق التي يعقدها الناس بينه او يعقدها الرجل بينه وبين غيره، او تعقدها الحكومات او نحو ذلك او كذا، لا الايمان الوارده على حث او منع. يقول والله لن ادخل بيت فلان، والله لن اكل هذا الطعام الا اذا كان كذا وكذا وكذا، والله لن افعل، مقصود به حث الإنسان على فعل شيء أو المنع من فعل شيء. كما قال كعب والله لا، يعني لما أنعم الله عز وجل عليه بالتوبة قال والله لا أتحدث بعد ذلك أو لا أقول بعد ذلك إلا صدقا، يحث نفسه على الإيه؟ على الصدق. فهذا يمين المقصود به الحث، كما يكون اليمين أحيانا يقصد به المنع، أنه يمنع الإنسان نفسه، كما يحلف الإنسان أحيانا على نفسه لأنه ضاق من نفسه في ذنب من الذنوب أو كذا فيقول والله لا أعود بهذا، يريد إيه؟ أنه يمنع نفسه، والله لن أفعل هذا مرة ثانية. ليه؟ لأنه اليمين شديد عليه، فيمنع نفسه عن طريق الحلف، هذا هو المقصود. قال ويؤيده الشارح، يقول ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. خلي بالك، لا حلف مش لا حلف، لا حلف، وصلت بعدها على طول. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد، وصلت شخشنا؟ طيب، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. إيه يعني لا حلف في الإسلام؟ لا حلف في الإسلام يعني ما كانوا عليه في الجاهلية، إن هم كانوا يعني يتواصون فيما بينهم بآرائهم ويتحالفون، بعض هذه الأحلاف كانت في الشر، كانوا يتحالفون في الشر، يتحالفون عن نصرة بعضهم بعضا حتى وإن كان اللي داخل بينهم مظلوم، فهو مظلوم ومع ذلك يساعد أخاه على ظلم الثاني لأنه بينهم حلف. وما كان في حلف المطيبين أو حلف الفضول أو نحو ذلك كان حلف على خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه؟ وما يسرني أن لي به حمر النعم ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لأنه كان حلف على إيه؟ على نصرة المظلوم. لما جاء الرجل واشترى التاجر وكذا وكذا وأكلوا ماله، فذهب يا بني فهر لمظلوم بضاعته ينادي عليهم هل لكم من أحد، لأنه ذهب إلى بعض الناس قالوا والله لا، ما واضح. فتعقدوا وتحالفوا عند الكعبة وأخذوا من الطيب وتضمخوا به وكذا وكذا، فسموا حلف المطيبين أو المطيبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي به حمر النعم. فإذا لا حلف في الإسلام لماذا؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلف في الإسلام؟ لأنه الإسلام مش محتاج حلف، الإسلام يدعو إلى الفضائل والمكارم، مكارم الأخلاق ونحو ذلك، فالحلف على إيه؟ مفيش حلف، والإسلام ظلة تجمع الجميع، أما هؤلاء فكانوا قبائل وعصبات وبطون وهكذا، واضح؟ فكانوا يتحالفون، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا يؤكد لا حلف في الإسلام، لأن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق والحث على كل خير ونحو ذلك. والحديث هذا صحيح، حديث الإمام أحمد لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. خلاص؟ طيب، ثم ذكر حديثا طويلا لا نحتاج إلى تكراره أو تكرار قراءته، لكن نقف فيه على أهم المسائل التي وردت فيه، وهي قوله فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فدعوهم إلى الخصال، دعوهم أولا إلى الإسلام فأجابوهم، ثم دعوهم إلى التحول إلى بلاد إلى المهاجرين فأبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى.
التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة. والشارح عنده قال: وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. ليه؟ لتكثير سواد المسلمين في المدينة، ولأن العرب قاطبة كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر في المدينة، يريدون الانقضاض عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تكثير سواد المسلمين فين؟ في المدينة. وكانت المدينة هي دار الإسلام، لكن لما اتسعت الرقعة وزادت البلاد بلاد الإسلام وكذا، فهب إنه مثلا يعني شوف إحنا فين المدينة وفين مصر، طب هب إن بلدة من البلاد بجوار مصر مثلا يعني وذهبت سرية ودعوهم إلى الإسلام فأسلموا، هيحتاجوا إن هم يعني يروحوا مصر أو يذهبوا إلى المدينة هناك أو كذا؟ لا. ولهذا قال المصنف: وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. فإن أبوا أن يتحولوا فإيه؟ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني ليس لهم من الفيء شيء ولا من الخمس الذي يعطى للمسلمين في المدينة، فيعاملوا معاملة الأعراب الذين كانوا حول المدينة. فإن أبوا فاسألهم الجزية إلى آخر ما قال. قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. لا، كيف؟ قال لا، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية. خلاص، قال: فإن هم أبوا. يا أخي الحبيب، أبوا الإسلام، فهمت؟ ما هو فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، يعني أبوا الإسلام، أبوا الدخول في الإسلام. فالخصلة اللي بعدها إيه؟ هم ثلاث خصال: الإسلام، دخلوا في الإسلام نكف عنه، خلاص ما أسلموش ننتقل إلى الثانية اللي هي إيه؟ الجزية. لا، خلينا في الثلاثة الأصول الأول، هذا الحديث فيه معنى زائد اللي هو الهجرة، لكن الخصال الثلاثة التي المشهورة المعروفة فادعوهم إلى ثلاث خصال: الأولى الإسلام، فإن أبوا ينتقل معهم إلى الجزية، إذا أعطوا الجزية خلاص نكف عنهم نأخذ منهم الجزية ونرجع. الثالثة خلاص مش راضين يسلموا، مش راضين يدفعوا الجزية، قوم ممتنعون، يعمل إيه؟ خلاص، أمال هو بعت السرية ليه؟ واضح؟ إذن المسألة هذه هي موطن الشاهد للترجمة التي ذكرها المصنف: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، يعني عهد الله، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. هذا هو موطن الشاهد بمعنى معروف، باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم، بعهدي هو نعاهدكم على كذا كذا كذا، نعاهدكم نعاهد بدون حلف، لا يلزم هذا الحلف، العهد لا يلزم منه الحلف. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، يغفر الله، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة فوبقت دنياه وأخرى وآخرة. نعم، هذا باب يسير جدا. ذكره المصنف، وهذا هو الباب الثالث تجاه أسماء الله وصفاته، في عدم التوكيد بها، التوكيد بأسماء الله عز وجل وصفاته في أغراض تؤدي إلى عدم تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته. إن يحلف باسم الله سبحانه وتعالى أو يقسم على وجه لا يعظم فيه اسم الله الذي حلف به أو أقسم به أو أقسم بصفة من صفاته. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله أن يحلف على الله سبحانه وتعالى أن يفعل أو لا يفعل، يقول والله لا يفعلن الله كذا، أو يقول والله لا يفعل الله كذا، هذا هو الإقسام على الله سبحانه وتعالى. خلاص، اكتب أحوال الإقسام على الله. أحوال الإقسام على الله: الأول أن يقسم بأسماء الله وصفاته، أن يقسم بأسماء الله وصفاته. وهذا القسم له حالات،
أن يقسم بأسماء الله وصفاته، وهذا القسم له حالات. يبقى ده القسم الأول، اكتب بقى ألف وباء وجيم. طيب إذن الحالة الأولى أن يقسم بأسماء الله وصفاته، أو القسم الأول أن يقسم بأسماء الله وصفاته، وهذه على حالات. الحالة الأولى أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقسم بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات. مثال ذلك كمن يحلف على أمر أخبر الله عز وجل به، والله لو يشفعن الله نبيه في الخلائق يوم القيامة، هو كده إيه؟ حلف على أمر واقع أخبر به الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به. ده الحالة الأولى. الحالة الأولى في القسم الأول أنه يقسم بأسماء الله وصفاته على أمر أخبر الله عز وجل به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ هذا القسم لا بأس به، لا ليس فيه إشكال، خلاص؟ هذا القسم لا ليس فيه إشكال. القسم الثاني أو النوع الثاني أو الحالة الثانية اللي هي باء تحت القسم الأول، وكلنا نتكلم عن الإقسام بالله أو بأسمائه أو بصفاته، خلاص؟ الحالة الثانية أن يقسم على الله والحامل له على ذلك الإعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس، ومثاله من يقسم على الله سبحانه وتعالى أنه لن يغفر لعباده. واحد يقول لك والله الناس دي عاد فيها خير، والله ربنا كذا، ويحلف على الناس أن الله عز وجل لن يرحمهم، أو أن الله عز وجل يعني مهلكهم، أو كذا أو كذا أو كذا. فهذا محرم، هذا محرم. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يفلح قوم يعني شد وجه نبيهم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ويتعجب من هؤلاء، فيعاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا الذي يحلف أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لفلان أو لجماعة من المسلمين أو لأناس رأهم على المعاصي والذنوب أو نحو ذلك، هذا حلف على الله سبحانه وتعالى محرم، هذا محرم. الحالة الثالثة أن يقسم على الله سبحانه وتعالى والحامل له على ذلك، الذي يحمله على هذا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، وقوة رجائه بالله، والطمع في رحمة الله، وهذا جائز. هو ده بقى المتبادر للذهن من مسألة الإقسام على الله، مش كده؟ أول ما تسمع الإقسام على الله اللي هو إيه؟ إن الرجل يقسم على الله سبحانه وتعالى إنه في شيء يقع أو كذا، أو يقسم على الله عز وجل كما في حديث ربيع بنت النضر لما حلف أنس قال والله لا تقطع يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني هذا شرع الله، هذا حد الله سبحانه وتعالى، يقول تقطع يد الربيع؟ والله لا تقطع. حتى ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب أولياء المرأة الأخرى إنهم يعفوا، وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ويقسم ثقة بالله عز وجل، يقول والله مش هيحصل، والله لن يحدث، لن يحدث أن تقطع. هو لا يعترض على الشرع ولا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقسم على الله سبحانه وتعالى ألا يقع هذا الأمر، إنها تقطع يعني يدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قسم تمني، قسم تمني، قسم سميه قسم تمني، سميه قسم رجاء، حسن ظن بالله كما قلنا. يعني أنس بن النضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فهذا يقسم على الله سبحانه وتعالى ثقة به وتوكلا عليه وحسن ظن به جل جلاله. هذه هي الأحوال الأولى في الإقسام بأسماء الله عز وجل وصفاته. النوع الثاني من القسم، النوع الثاني من القسم، خلاص انتهينا من ألف وباء وجيم، خلاص. النوع الثاني بقى من القسم
الإقسام بمخلوق على مخلوق. يعني واحد يحلف على واحد يقول له، مثاله أن يقول له، ها مثاله إيه؟ يقول له والنبي يا فلان، والنبي يا فلان تسلفني كذا، فهو يحلف بالنبي أو يقول والكعبة، والكعبة تبيعني هذه بكذا وكذا وكذا، أو تعطيني كذا وكذا ما طلبته يعني منك. فهو يقسم بالكعبة، يقسم بمخلوق، أو يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم على مخلوق، خلاص. وهذا لا يجوز بالإجماع. وفيه حديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الثالث: الإقسام على الله بمخلوق. الإقسام على الله بمخلوق، فهذا لا يجوز، وهو أعظم من الذي قبله. كمن يحلف مثلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أقسم عليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا لا يجوز. هذه أقسام أو أحوال الإقسام على الله سبحانه وتعالى كما ذكرها أهل العلم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا جزاؤه، أن الله أحبط عمله وغفر لفلان هذا الآخر الذي ظن الحالف أنه لن يغفر الله عز وجل له. وقوله يتألى يعني يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وقال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون ألا يقربون نساءهم، يحلفون على اعتزالهن، مش عندك، خلاص. فإذا لا عندك يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف فقط، ماشي. وساق الشارح عندك روايات هذا الحديث، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما متهجد في العبادة، والآخر استغفر الله مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب. يعني واحد مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فالذي هو على العبادة يعني مجتهد يقول: يا فلان أقصر، كف عما أنت عليه، كف عن هذه الذنوب والمعاصي التي أنت فيها. فيقول له: خلني وربي، أجعلت علي رقيبة؟ أبعثت علي رقيبة؟ في الرواية الأخرى، رواية أبي داود التي ذكرها، وهنا موطن الفائدة الذي لأجله أحببت أن أذكر هذه المسألة، وهي قوله: خلني وربي. هذا الرجل مقيم على الذنوب والمعاصي، لكن بينه وبين الله عز وجل يعني شيء، هو يستشعر أنه مقصر مذنب في حق الله سبحانه وتعالى، يستشعر انكسار المعصية في نفسه، فيقول له: خليني وربي. لم يتبجح بالقول ويقول: ما لك أنت، وهذه معصية صغيرة ولا كذا، يقول: خليني وربي. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه القضية. ولهذا قال العلماء قوله: فغفر الله له، غفر الله له يعني ليس هكذا يعني، وإلا فحكمة الله عز وجل تأبى ذلك، أن يغفر الله عز وجل لرجل يعني مقيم على الذنب مستهتر وكذا وكذا، وإلا ففي قلبه شيء استوجب هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى، لم يكن ذاك الرجل الذي حلف يعرفها. واضح المعنى؟ واضح. إذن هو يقول إيه؟ خليني وربي، أبعثت علي رقيبة، كأنه يريد أن يتوب يوما ما، كأنه يستشعر انكسار المعصية، كأنه يفكر في عظم هذا الذنب وكذا وكذا وكذا، فيقول له: خليني وربي. حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك يا فلان. حتى قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. سبحان الله. باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله،
كما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع لله على أحد. إن شأن الله أعظم من ذلك. أعظم لي؟ أعظم. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع لله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث اختلف العلماء جدا في تصحيحه بين مصحح ومضاعف، فممن صححه ابن القيم رحمه الله، وممن صححه ابن القيم وابن حبان وابن خزيمة وابن حزم والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن ضعفه البخاري وحسبك به، وابن الجوزي حسبك به، والمنذري الحافظ المنذري رحمه الله، الحافظ الدمشقي والبيهقي وابن عساكر، كلها يضعفون الحديث، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وضعيف أبي داود. فبين مصحح ومضاعف، وكل له يعني وجهه في التصحيح والتضعيف، ولكن الذي يهمنا هو موضع الترجمة، وهو قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وما جاء في هذا الحديث لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، بك وبك على الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن شأن الله عز وجل عظيم، وهذا من احترام أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومن تقدير وتوقير الله جل وعلا ألا يستشفع بالله على خلقه. فشأن الله عز وجل وأمر الله عز وجل أعظم من ذلك، وإنما يستشفع بالخلق على الله سبحانه وتعالى، يعني يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يستشفع؟ يعني قال: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فكيف نستشفع بالله عليك؟ يعني الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا ما استفدناه من هذا الحديث، أنه استشفاع بإيه؟ بدعائه، استشفاع بدعائه. وهذا فيه رد على الذين يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ويستشفعون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبمكانته عند الله سبحانه وتعالى. وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك في بعد أن ساق لابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، هذا الذي حدثتكم عنه، كلام رائق جدا في غاية الروعة، معاني جليلة جدا ذكرها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. بعدها مباشرة قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة. هذا هو موضع الشاهد وموطن الفائدة من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كانوا يستشفعون به، وكان يدخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل أن يغيثنا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيدعو الله سبحانه وتعالى، فينزل المطر، ويظل المطر ينزل أسبوعا كاملا، ما تتوقف السماء أسبوع كامل، إلى أن يدخل الرجل، وقيل نفس الرجل وقيل رجل آخر، المهم إنه دخل من نفس الباب رجل يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، من كثرة المطر المرة هذه من كثرة المطر، يقول: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يمسك السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب، إلى آخر الحديث. إذن كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه في حياته، وأما بعد وفاته فكما مر معنا في أبواب سبقت أنه لا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما يستشفعون كانوا بدعاء العباس، استشفع عمر في صلاة الاستسقاء وقدم العباس وقال: كنا نستشفع بنبينا ونحن نستشفع بعم نبينا العباس، تقدم يا عباس فقام فدعا الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عز وجل المطر. نعم، يستشفع بالله عليه، يقول يستشفع بالله على 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 خلقه، ليس العكس، كانوا يستشفعون بالنبي على الله سبحانه وتعالى، يعني يقول: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. بك على الله جائزة؟ الاستشفاع به على الله يعني بدعائه، أما نستشفع بالله عليك فهذه التي لا تجوز،
لا يستشفع بالله على خلقه، لأن شأن الله عز وجل أعظم وأكبر من أن يستشفع به. خلاص؟ نعم. يعني أن يستشفع بالله، يستشفع بالله على مخلوق من المخلوقات. مثال هذا الذي ذكره الأعرابي، يقول إنا نستشفع بالله عليك يا رسول الله أن تدعو الله لنا. لا، لا يجوز، لأن شأن الله عز وجل أعظم. لا يستشفع بالله عند مخلوق من مخلوقاته وإن كان وجيها كالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يأتي رجل ويقول يا فلان والله أنا بستشفع بالله عليك أن تعطيني كذا من مالك أو كذا، أو تقرضني كذا، أو تسلفني كذا. لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستشفع بالعظيم سبحانه وتعالى على مخلوق، مخلوق ضعيف قليل، يعني لا يساوي شيء في حق الله سبحانه. واضح؟ بالله عليك هذا حلف، يعني بالله عليك حلف، يحلف بالله. وإن كان هذا أيضا في نعم عشان خاطر ربنا برضو دي فيها خطأ، عشان خاطر بعض الناس بتقول الكلام نعم. حتى بالله عليك احنا نقولها بمعنى تشكر بالله. والله حتى بالله عليك، طيب نحتاج ان نرجع الى كلام اهل العلم فيها، لكن هي هل تدخل في باب الاستشفاع بالمعنى؟ عشان احنا والله لما يقول لي اللي عندك حاجة وانت منعت منها، قلت بالله عليك بالله عليك. نعم، فيها وجه في الاستشفاء، لكن ليس عندي من كلام العلم، من كلام أهل العلم ما أسوقه، فأنا أتوقف فيها، دعونا نبحث عنها. سدمها كم؟ كأنه بيحسن والله هذا كذا. يقول تأكل مثلا، والله تأكل. والله هو يقسم بالله، لكن بالله عليك، بالله عليك يستشفع، كأنه يقسم بالله وبمكانة الله عنده، بمكانة الله عنده. طيب خلينا نتوقف، أنا ما أحب أن أنقل شيئا هكذا باستنباط أو كذا، دعونا نرجع إليها في كلام أهل العلم وننقل الفائدة ونتعلم. لا بأس، أنا لم أحجر عليكم أن ألا تتكلم. يجوز أن أقول أتوسل إليك لله، يعني الله من يتوسل إليك بحب النبي صلى الله عليه وسلم. توسل شيء آخر، توسل بالعمل الصالح يجوز. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر. لا، لا، التوسل بالعمل الصالح يجوز، التوسل بالإيمان، التوسل بكذا، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم عبادة وعمل صالح، يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل به. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماة التوحيد. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماة التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشفير رضي الله عنه قال: انطلقت بوفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. أعظمنا وأعظمنا طولا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. أنا محمد، هات من الأول. وعن أنس أن ناسا قالوا، وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله. ورسوله. أنا محمد.
عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هل مر معنا باب مثل هذا قبل ذلك؟ مر معنا باب مثل هذا بنصه، باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد، يعني قريب جدا، ألفاظه قريبة جدا من هذا. الباب 21، نعم، الباب 21 مر معنا هذا الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. إذن مر معنا هذا الباب، فما الفرق بين هذا الباب والباب الذي فات، باب رقم 21 وده 65؟ لماذا يعيد المصنف؟ لماذا يكرر؟ ها؟ هنا ذكره لمناسبة الأسماء والصفات، لكن في فرق ما بين الاثنين. الفرق إن الباب الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب، الباب ده في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك، فيه الحماية، حماية التوحيد وسد طرق الشرك بالتأدب والتلفظ، تحفظ في الألفاظ التي تؤدي إلى الشرك، التي فيها يعني تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم، ولكن نهاهم أن يستجرينهم الشيطان بالغلو، مثل لفظ السيد، لأن السيد المطلق هو الله سبحانه وتعالى، السيد المطلق هو الله. وعلى هذا فيجوز أن يقول الناس سيدنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. أو يقال سيد الأوس أو سيد الخزرج أو سيد بني فلان، خلاص يجوز هذا، مع الاحتراز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تقول للمنافق يا سيد أو سيد، فإنه إن يكو كذلك فإن ذلك يغضب الله ورسوله، فيتحرى ألا يقال يا سيد، السيد فلان، والله السيد فلان جه، السيد فلان، هذه التي يستعملونها كثيرا لا تستعمل في إنسان فاسق أو في إنسان يعني عرف بالمعاصي والذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فيقال السيد فلان، السيد فلان، لا. والله تنحرف عنها وتستغفر الله. إذا كان هذا في المراسلات، والله إذا استطعت أن تبدل الأستاذ الفاضل كذا كذا كذا، عندك مندوحة يعني، ممكن توقره ببعض الألفاظ الثانية التي تعجب الناس أكثر من هذه، وتبقى أبعدت نفسك عن الحرج الشرعي. تقول الأستاذ الفاضل الـ خلاص المحترم، تعرف بقى أنت الحاجات دي سهلة جدا، مخارجها كتير. منكرة كيف منكرة؟ يعني بدون ألف ولام تبقى خاصة بالسيد. بدون ألف ولام أو تأتي مضافة. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله تبارك وتعالى. ولهذا اختلف أهل العلم في التسمية باسم السيد، فبعض أهل العلم قال لا يجوز، ويعني ينبغي أن يغير الاسم الذي هو بالألف واللام خصوصا، وبعض أهل العلم أجازه، قال يعني كالأسماء التي وردت يعني في الجاهلية ونحو ذلك، كعبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن عبد المطلب، على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها مع أن فيها مخالفة، لكن يقولها على سبيل الحكاية لأنه أمر وقع خلاص. فالمسألة فيها يعني خلاف أهل العلم، خلاص. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، يعني قالوا يعني فيها معنيان. الأول: لا يتخذنكم جريا، أي كثير الجري في طريقه، يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان،
هذا المعنى الأول، لا يتخذنكم جريا. والمعنى الثاني قالوا هو من الجرأة، المعنى الثاني قالوا هو من الجرأة، لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوز، يعني تقولون أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وأيمننا نقيبة وكذا وكذا وكذا، لما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل إياه. يعني هذه جرأة في استعمال ألفاظ هي تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى كلفظ السيد أو غير ذلك، أو تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فترفعوه فوق منزلته أو كذا أو كذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الباب الذي بعده. عند سيدنا شمالش. عند سيدنا دي معنا إيمان. نعم. عند سيدنا المخالفة. لما غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم، ثم قال لهم بعد ذلك قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فإذا النهي ليس على سبيل الحرمة، وإنما على سبيل المنع من المبالغة. لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني كأن كلمة مباح، كأنه يرشدهم. نعم. ليس فيها شيء. والعلماء استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يقوله على سبيل الإخبار، لأن الله عز وجل أخبره بهذا أنه سيد الأولين والآخرين، فأخبر أمته بهذا، يعني إذن هو يقولها ليس على سبيل الفخر. ولهذا قال في آخر الحديث إيه؟ ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لست أقول هذا فخرا، وإنما أقول هذا بلاغا، بلاغا عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب. النهي عن المبالغة لما قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، في بعض ما قالوا قالوا أيمننا نقيبة وكذا وكذا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني هونوا من الأمر شيئا، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل إياها. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يقول الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام
والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق عن العباس بن عبد المطلب. وعن ابن عباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. لا إله إلا الله. ما أحسن صنيع المؤلف هنا رحمه الله أن ختم بهذا الباب وساق هذه النصوص التي تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. بعد أن تحدث عن الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والتوحيد ونحو ذلك، كأنه يقول لك أيها الإنسان الضعيف القليل الصغير الحقير، ما أجهلك، ما أحقرك، ما أقل شأنك، ما أنت والسماء، ما أنت والسماء التي السماء الأولى، وما أنت والسماء الأولى في السماء الثانية، وما أنت وهذا هذه السماوات السبع في الكرسي، وما الكرسي في العرش، وما العرش، والله عز وجل فوق عرشه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشيره. المصنف ساق هذا الحديث بعد هذه الأبواب الكثيرة التي حشدها في هذا الكتاب المبارك ليبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن قدر الله سبحانه وتعالى عظيم لا يحاط به. فما قدر الله عز وجل حق قدره من أشرك به سبحانه وتعالى غيره. ولهذا قال في ختام هذه الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، فهو يعني يسوق هذا لأجل الرد على هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، ويعني كيف هم وأين هم وما هم بالنسبة لهذه الأملاك العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا الشارح في هذا الباب كأنه في حالة من الذهول. انظر يعني تأمل في صفحات التي أمامك في الكتاب، الشارح لم يعلق على هذه الآية بالشرح أصلا، ولم يعلق على الآيات الأخرى والأثار بشيء من الشرح، وإنما ساق ما يعضد ويؤيد هذه الآية وهذه الأثار التي ذكرت. يعني في صفحة يسوق روايات الحديث، وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، وذكر حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف وقال كذا وكذا، وقال البخاري في موضع آخر وقال وجعل يعني يسوق الروايات الحديث. يقول جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجر أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع. طبعا هنا والماء على إصبع والثرى على إصبع، والذي عند البخاري ومسلم الماء والثرى بالجمع، خلاص. وهنا ذكر والماء على إصبع والثرى على إصبع، ورواية الصحيحين والماء والثرى على إصبع لا الذي عندي والماء على إصبع والثرى على إصبع، خلاص. وسائر الخلق في الرواية الأولى عن ابن مسعود، لأنه في الرواية الثانية قال والماء والثرى على إصبع، الرواية الثانية الثالثة، وفي رواية للبخاري
يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع. في الأولى قال والماء على إصبع والثرى على إصبع. خلاص؟ إذن هذه الأثار تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. وما الإنسان في هذا الكون إلا كهباء لا شيء. يعني كم هو الإنسان على وجه الكرة الأرضية؟ كم يساوي؟ ولا شيء، ولا حتى والله كنملة تنظر من سفح جبل أو من أصل جبل تنظر إلى هذا الجبل، لا ولا هذه النسبة أيضا. كم هو الإنسان بالنسبة للكرة الأرضية؟ كم هذه الأرض والسماء، والسماء الأولى والثانية؟ ما السماوات السبع كما ذكر المصنف في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلك لا تساوي شيء. فقدر الله سبحانه وتعالى عظيم، ويعني حقه سبحانه وتعالى أن يعني يوحد فلا يشرك به شيئا، وأن يعبد فلا يكفر، وأن يشكر سبحانه وتعالى على نعمه وألائه التي أعطى وأولى وحبب جل في علاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يقول المصنف: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، إلى آخر ما ذكر. العلماء يقولون ثم يأخذهن بشماله، هذه اللفظة شاذة في الحديث، شاذة، تفرد بها الراوي في أحد طرق حديث ابن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكلتا يديه يمين، صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة شاذة في هذه الرواية في إحدى طرق الحديث التي المروية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول الشارح: هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، وكذلك التابعون لهم بإحسان، أو وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم ما وصف به ربه، وكذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأهل السنة بأيدي أهل السنة والجماعة. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه إلى آخر ما ذكر. وهذا ختام هذا الكتاب المبارك، والحمد لله على التمام، نحمده سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله جل وعلا بمنه وجوده وإحسانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام أعتذر لكم عن أي تقصير ورد أو يعني تعد في شيء أو إساءة إلى أحد من إخواني الكرام، فقد كان هذا بغير قصد مني، وأنا أستغفر الله وأرجو منكم المسامحة. ثم يعني أسألكم أن نتواصى بالدعاء أن يمن الله عز وجل علينا وعليكم بالعلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويرفعنا الله جل وعلا به يعني في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نلقاكم على خير في العام القادم بإذن الله سبحانه وتعالى مع كتاب جديد، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله وسعة جوده وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله.